شارك امبارحة ميكس ستوري على انستغرام عبر من خلاله عن انزعاجه من شخص قام بانتقاده على قناته على يوتيوب للمرة الثانية، ولكن رفض ميكس انه يحكي اسم هالشخص. جماعة اليوم شفت فيديو من يوتيوبر، بالنسبة لي يعني انت يوتيوبر هالقد بعيني هالقد ايش، وبشرفنيش اني اذكر اسمك، لانه اول مرة انتقدتني بعثت لك باحترام وردت علي باحترام وقلت لي خلص ما راح ينعاد. ثاني مرة رجعت نزلت عني فيديو اللي هو اليوم وانتقدتني. أنا لو بدبلش فيك وبذكر اسمك أقسم بالله ما بتركك بحالك، راح تندم والله راح تندم. هذا ثاني تنبيه. الثالثة راح تكون ثابتة، ولا تزعل لا تزعل من اللي بده راح يصير. يكتشف الجمهور حسب تحليلاته أن المقصود كان عمر أبو الرب، من بعد ما نزل فيديو بعنوان أسوأ محتوى بشوفه بحياتي، واللي انتقد من خلاله محتوى ميكس وضحى اللي بيشاركوه على قناتهم على يوتيوب. فبعد هالرد اللي شفناه من طرف ميكس، اعتبر عمر ستوريهات ميكس عبارة عن تهديد له وانزعج منها. هذا اللي خلاه يرد من خلال عدة ستوريهات على انستغرام. زلم جد بحترمه وبحبه، انه هلا طالع مهددني، ومش اول مره ترى، بس يكون صار مش اول مره يوصل لي تهديد هيك. اول مره جابت سيرتهم فيديو كمان وصلني تهديد، وانا اللي اجيت حكيت معك مش انت اللي حكيت معي، وحكيت معك باحترام. اول إشي اللي حضروا فيديو اليوم عارفين هاي الشغله، وعارفين انه كل فيديوهاتي مستحيل يكون فيها اي نوع من الاساءه للشخص، مستحيل اسب، مستحيل اجيب الشخص نفسه، باجيب المحتوى، والمحتوى اللي هو زباله وما بنحضر. واللي أزعج عمر أكثر هو طلب ميكس من متابعينه الهجوم على عمر أبو الرب من خلال لايف على تيك توك. أنا مش راح أذكر اسمه، بس في واحد قال عنكو إنكو أنتو متابعين عمركو 5 سنين وبس. ها خلص، لأنه الصراحة ميكس والله العظيم يعني أنا بنفسي نفسي نفسي اتفرجوا السلام الصح، والله العظيم المشكلة إني أمه بتتابع فيا أمه. فيسيد اللي عمله الزلمة هسه شو؟ راح فتح لايف تيك توك، أعلن على الانستغرام أنه فتح لايف تيك توك اسمه لايف تسليم. والتسليم عنده شو هو؟ التسليم أنه بخلي متابعينه ييجوا، متابعينه الصغار ييجوا وبقعد يحكي لهم يسبوا عليه. هذا التسليم، أنه روح سلموا عليه، يعني روح سبوا عليه. تخيلوا معي، أوكي؟ فشو رأيكم بخلاف ميكس وعمر؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.